في هذه المحاضرة سوف نتحدث عن المنطقة الملوثة في وحدة التعقيم وعملية نقل الأدوات الملوثة. في هذه المحاضرة سوف نتحدث عن عملية إزالة التلوث بعد الإجراء الجراحي مباشرة، نقل الأدوات الجراحية الملوثة إلى المنطقة الملوثة في وحدة التعقيم، تصنيف الأدوات الجراحية وأيضا المنطقة الملوثة في وحدة التعقيم من ناحية استقبال فك وفرز الأدوات الملوثة، التنظيف اليدوي للأدوات الجراحية، الأدوات المستخدمة في تنظيف الأدوات الجراحية، التشحيم ونافذة تسليم الأدوات. عملية إزالة التلوث بعد الإجراء الجراحي مباشرة هي عملية تتم بعد استخدام الأدوات، يعني بعد البروسيجر أو بعد ما تنتهي العملية من البيشنت أو المريض نفسه، تتم عملية إزالة التلوث بعد الإجراء الجراحي مباشرة قبل إرسالها إلى وحدة التعقيم، وذلك برش الأدوات باستخدام المحلول الإنزيمي. عملية إزالة التلوث لا تغني عن عملية التنظيف اليدوي في وحدة التعقيم، يعني التنظيف اليدوي مهم بعد عملية إزالة التلوث. يمنع أي ممارسة لتنظيف الأدوات داخل العيادة، ويجب أن تكون عملية التنظيف في وحدة التعقيم. الأشياء التي يجب التخلص منها في منطقة الاستخدام قبل إرسالها إلى وحدة التعقيم هي الأدوات ذات الاستخدام الواحد، والشفرات التي تستخدم لمرة واحدة، وأيضا بقايا السوائل ونسيج الجسم وما إلى ذلك يجب التخلص منه في منطقة الاستخدام قبل إرساله إلى وحدة التعقيم. بالنسبة لهذه الشريحة تتحدث عن نقل الأدوات الجراحية الملوثة إلى المنطقة الملوثة أو منطقة إزالة التلوث في وحدة التعقيم، حيث أنه يجب نقل الأدوات الملوثة إلى منطقة إزالة التلوث في وحدة التعقيم لإعادة معالجتها عن طريق أول شيء أن يكون صندوق مغلق على عربة عليها ملصق خطر بيولوجي أو داخل صندوق أدوات مغلق داخل العربة، فبالتالي يجب نقل الأدوات الملوثة داخل عربة أو صندوق مغلق لحماية العاملين في وحدة التعقيم ولحماية أيضا المارين في الممرات من خطر هذه الأدوات الملوثة. أيضا يجب عدم نقل الأدوات الملوثة عن طريق حمل الصندوق باليدين مباشرة، حيث أنه يجب وضعها على ترولي أو عربة نقل لنقلها إلى وحدة التعقيم. مواصفات صناديق الأدوات الجراحية والعربات يجب أن تكون مغلقة بإحكام حتى تمنع انتشار العدوى، متينة لمنع السقوط وحماية الأدوات أيضا من التلف، مانعة للتسرب لمنع انسكاب السوائل، وأيضا سهلة التنظيف والتطهير والتجفيف لمنع انتشار العدوى. من أهم النقاط التي يجب اتباعها أيضاً نقل الأدوات الملوثة بالتناوب بعيد عن حركة المرور العامة، معدات الوقاية الشخصية وأدوات الوقاية الشخصية وعدة الانسكابات يجب أن تكون متوفرة أثناء عملية النقل في حال كان هنالك انسكاب. في حال وجود فقط عربة نقل واحدة يجب إعادة تنظيفها وتطهيرها بعد كل استخدام لنقل الأدوات النظيفة والمعقمة، يعني إذا كان هذه العربة موجودة في القسم مجرد عربة واحدة وتستخدم للأدوات الملوثة والأدوات النظيفة فيجب إعادة تنظيفها وتطهيرها إعادة استخدامها. يجب إبقاء عربة النقل مغلقة في جميع الأوقات إلا في حال التحميل والتفريغ. أيضا أثناء عملية النقل يجب أن تكون العربة مغلقة بإحكام ويكون عليها إشارة تحذيرية باللغتين العربية والإنجليزية. بالنسبة لتصنيف الأدوات الجراحية، الأدوات الجراحية لها ثلاث تصنيفات. هذه التصنيفات بناء على طريقة إعادة معالجتها، إما إعادة تطهيرها أو إعادة تعقيمها. بالنسبة للنوع الأول اللي يكون ملامس لسطح الجسم، تكون على سطح الجلد فقط، مثل يعني سماعات الطبيب وجهاز الضغط، ويكتفى بالتطهير متوسط وتكون آمنة لإعادة الاستخدام، ويتم هذا التطهير داخل العيادة. بالنسبة للأدوات التي تكون ملامسة لأغشية الجسم،
تكون عن طريق الأغشية المخاطية مثل المناظير، ويجب استخدام التطهير العالي اللي هو الهاي ليفل ديسانفكشن مستوى اللي هو المستوى التطهير العالي حتى يتم إعادة استخدامها ويكون هذا داخل وحدة التعقيم. بالنسبة للنوع الأخير وهو ملامس لمجرى الدم، تكون عن طريق مجرى الدم مثل المقص والملاقط وإلى ذلك من الأدوات الجراحية. في هذه الحالة يجب أن تطبق عملية التعقيم، وهذا عملية التعقيم تتم داخل وحدة التعقيم. من أهم الإجراءات التي يجب اتباعها بعد استلام الأدوات الملوثة في وحدة التعقيم هي استقبال، تفكيك وفرز الأدوات الملوثة. الأدوات الملوثة يجب استقبالها من المنطقة الملوثة بعد تطبيق عملية اللي هي غسيل اليدين ولبس الملابس الوقائية. يجب فتح جميع الأدوات وفكها قبل عملية التنظيف اليدوي حتى تتم عملية الغسيل والتنظيف بشكل فعال. يعني أنا عندي أي أدوات يحتاج لها تفكيك، أي أدوات يحتاج لها فتح، يجب عملية أن نقوم بعملية تفكيكها وفتحها. في حال وجود أدوات تحتوي على عدد من القطع، يجب الحرص على فكها بشكل كامل. بالنسبة لتعريف التنظيف اليدوي أو ما هو أو ما هي عملية الغسيل اليدوي وأهميتها، عندي التنظيف اليدوي إزالة، هو إزالة لجميع أنواع الملوثات المرئية والغير مرئية أو أي مواد غريبة أخرى من الأدوات والأجهزة الطبية. التنظيف اليدوي خطوة ضرورية قبل عملية التعقيم والتطهير، يعني أنا لازم أطبق التنظيف اليدوي قبل التعقيم والتطهير. يجب إجراء التنظيف على الفور مباشرة بعد استلام الأدوات لتقليل نشاط البكتيريا والكائنات الدقيقة التي قد تلتصق بأسطح الأدوات. يتم القضاء على جميع الكائنات الحية التي تكون على أسطح الأدوات الجراحية عن طريق الغسيل اليدوي الفعال، التطهير والتعقيم الفعال أيضا. يجب تغيير محلول التنظيف اللي هو عبارة عن محلول إنزيمي وماء عندما يكون متسخا بشكل واضح لمنع الملوثات من إعادة الترسب على الأدوات. يعني أنا لما تكون عندي الموية مليئة بالملوثات ورجعت وسويت فيها غسيل يدوي، ممكن أن تلتصق عندي الملوثات هذه على أسطح الأدوات، يعني يصير في إعادة تلوث للأدوات مرة أخرى. عند عمل التنظيف اليدوي يجب على العاملين في وحدة التعقيم القيام بالتنظيف الفعال باستخدام الفرشاة وعمل ضخ للماء داخل الأدوات التي تحتوي على تجاوف. أكيد هذا الأكشن اللي حنا نتبعه راح يعمل على كفاءة عملية التنظيف. بالنسبة للأدوات التي تحتوي على مفاصل أو منحنيات، يجب التأكد من تنظيفها لأنها قد تحتوي على الكثير من الملوثات بين منحنيات الأداة. يعني أنا عندي الأدوات المسننة، الأدوات التي تحتوي على تجاويف، على منحنيات، يجب التأكد من نظافتها عن طريق الفرشاة وعن طريق فركها بالفرشاة بطريقة صحيحة. يجب أن تتم عملية التنظيف اليدوي تحت سطح الماء لمنع انتقال الرذاذ المعدي على الممارس في وحدة التعقيم. بالنسبة للأدوات أو المعدات المستخدمة في عملية التنظيف، يجب أن تحتوي المنطقة الملوثة على حوضين للتنظيف اليدوي، أكيد يعني واحد يسير للغسيل اليدوي وواحد للشطف. توفر أحجام مختلفة من فرش التنظيف حتى يعني تمشي مع جميع أحجام الأدوات الموجودة عندنا. مسدس الهواء أو مسدس الماء، المحاليل والمنظفات، عندنا المنظف القاعدي اللي هو الكلاين، المنظف الإنزيمي اللي هو إنزيماتيك ديترجنت، والمنظف المتعادل ومزيل الصدى اللي هو الرست ريموفال. عندنا أيضا المطهرات ومؤشرات التأكد من كفاءة التنظيف مثل المؤشر البيولوجي، المؤشر الكيميائي، نظام التحكم البيئي بدرجة الحرارة، الرطوبة والتهوية. هذه من أهم الأشياء التي يجب أن تكون موجودة في وحدة التعقيم. بالنسبة لي اللي هي اللوبريكيشن أو التشحيم، هناك العديد من الأدوات التي تحتاج إلى تزييت أو تشحيم للمحافظة على سهولة وحركة الأداة وفعاليتها. يعني لما أنا أسوي تشحيم، أنا أعطي فاعلية للأداة أنها تشتغل أو تعمل بشكل صحيح.
مثل المقابض التي تكون موجودة في عيادات الأسنان. يتم تنفيذ التشحيم بوضع بضع قطرات من زيت التشحيم في فتحة هواء محرك المقابض، واستمر بعد ذلك في طرد أي مواد تشحيم زائدة من خلال رأس المقبض. عندنا نوعين من التشحيم، يكون مانيوال لوبريكيشن، يكون يدوي، أو يكون أوتوماتيكي عن طريق جهاز تشحيم. بالنسبة لنافذة تمرير الأدوات، يجب أن يكون هنالك نافذة فاصلة بين منطقة إزالة التلوث والمنطقة النظيفة لتسليم الأدوات بعد عملية التنظيف اليدوي.